بإراقة الدماء أكثر من 38 شهيدا. وبلينكين يقول إن بعض تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير قابلة للتنفيذ. الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتزايدة لباحات المسجد الأقصى، ويشدد على ضرورة احترام الاحتلال لسلطة إدارة أوقاف القدس. راصد يكشف عن بلوغ نسبة الالتزامات الحكومية الجاري، تنفيذها بشكل مرتفع 14% مقابل 45% يجري تنفيذها بشكل منخفض. جدل تعديل تعليمات استيراد السيارات الكهربائية يعود إلى الواجهة، وهيئة مستثمري المناطق الحرة تحذر من انعكاسات القرار وتبدي استعدادا للجوء إلى القضاء. بين معترك القبول والتعديل يمضي ثامن أشهر الحرب صلبا عسيرا على الغزيين، فكلما لاح ضوء في أفق محادثات وقف إطلاق النار أخفته تعنت وتصلب أطراف الحرب، فالضغط في الميدان والضغط خلف جدران المفاوضات يحاصران المتفاوضين، بينما إنجاز الصفقة يظل مرهونا بتقديم الذئب للضمان. ولا ضمان مع نقضه العهود، فلا احترام لميثاق دولي، بل اقتحام وتدنيس لمقدسات خالصة واستفزازات ممنهجة تنشط قبيل أيام من حلول العيد، وترقى لمحاولات إغراق المنطقة بحرب دينية. وعلى مسافة أيام من حلول العيد تكشف الأرقام عن أداء الحكومة بعد 3 أعوام ونصف من تسلم مهامها، لتتأرجح بين بدء العمل ببعض المشاريع والقصور عن إكمال أخرى، وتظهر تفاوتا بين الوزراء في الأداء والمهام. يحدث ذلك فيما يثير جدل تعليمات استيراد السيارات الكهربائية الحديثة في السوق، وتهدد هيئة المستثمرين باللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,000 وأكثر من 200 شهيد ونحو 85,000 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 38 شهيدا و100 جريح خلال 24 ساعة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، حيث أكد مراسل المملكة استشهاد 3 من عائلة واحدة وعدد من المصابين في قصف استهدف منزلا في مدينة غزة في الشمال، كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي جنوبي القطاع استشهد طفل وأصيب آخرون فجر اليوم بعد قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة رفح. قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه في أي وقت قد تتوقف خدمة الدفاع المدني بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال من إدخاله بشكل كامل. نحن أمام قطر، وربما في أي لحظة من اللحظات تتوقف خدمة الدفاع المدني، وخصوصا في محافظتي غزة والشمال. السبب أنه لا يوجد وقود بالمطلق، الاحتلال يمنع عنا الوقود بشكل كامل. احتياجنا على مستوى القطاع 300 لتر بشكل يومي حتى نقوم بإنقاذ الناس، حتى نقوم باكتشاف الناس، حتى نقوم بمهامنا على أكمل وجه، لكن للأسف لا يوجد أي لتر واحد. ما نتحصل عليه نحن كدفاع مدني في قطاع غزة إما من صدقات الناس أو من المواطنين، لكن للأسف لا يوجد أي مؤسسة دولية تعطينا، لا يوجد أي مؤسسة أموية، الصليب الأحمر لا يعطينا، المؤسسة المانحة لا تعطينا، ولذلك نحن أمام تهديد خطير بكل ما تحمل الكلمة. وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن هناك مجاعة شمال غزة وما يصلها هو الطحين فقط ولا يكفي احتياجاتهم، إضافة أنه لا يوجد حليب للأطفال.
الآن نحن نتحدث في مجاعة في شمال قطاع غزة بالفعل وبكل ما تحمل الكلمة. نحن فقط ما يصل إلى مناطق شمال قطاع غزة هو فقط الطحين، لا يكفي لحاجة القطاع، لا يكفي من أجل أن يعني يعيش المواطن بطريقة صحيحة، من أجل أن تقوم هذه المرأة التي تحمل طفلها في رحمها أن تلد هذا الطفل بطريقة إنسانية صحيحة، وبالتالي يولد الأطفال بحالة صعبة جدا، بجفاف، يعني بواقع إنساني صعب، والأطفال الذين يحتاجون الحليب على مدار الساعة أيضا غير متوفر في القطاع. ولذلك المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن هنا في قطاع غزة غير متوفرة، وإن توفرت فهي متوفرة بشكل شحيح جدا. نحن في حال تهديد صعب جدا، 700,000 مواطن في مناطق الشمال مهددون بالموت في أي لحظة. كما حذرت الصحة في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والجرحى لموت محتم. وقالت الوزارة أن الأدوية تعرضت في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية، مناشدة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل عطار. باسل، أهلا بك، إذا نتابع معك آخر المستجدات الميدانية وما يحدث على صعيد القطاع الصحي. نعم غادة، دعينا نبدأ بالتطورات الميدانية. بداية، في المحافظة الوسطى أعلن قبل قليل عن استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي بطائرة استطلاع لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة مغلقة وسط القطاع. كما أعلن قبل قليل عن انتشال شهيد واحد ومصاب آخر كان في منطقة بيت حانون شمال القطاع بعدما تم استهدافهما أيضا بطائرة استطلاع إسرائيلية. أما الحدث ربما الأبرز الذي يتم تداوله وما زالت المعلومات به متضاربة غادة، هو أن القاطنين القاطنون من النازحين في المناطق الغربية لمدينة رفح بدأوا بعمليات إخلاء هذه المنطقة بعدما تم إبلاغهم من موظفين يتبعون الصليب الأحمر الفلسطيني في النقطة أو الصليب الأحمر الدولي عفوا الموجود في الذي يمتلك نقطة في مواسي رفح، بأن إسرائيل أبلغتهم بأن هناك عملية برية ستشهدها المنطقة خلال الساعات المقبلة. هذا الأمر كان منذ ساعات الصباح، حاولنا التواصل مع أكثر من مصدر لم يكن هناك أي تأكيد. الأهالي أكدوا أنهم بشكل شخصي توجهوا إلى نقطة تتبع للصليب الأحمر، وأنه تم إبلاغهم بشكل رسمي من قبل العاملين بأن إسرائيل بالفعل قد أبلغتهم بهذا الأمر، وهذا الآن خلق حالة نزوح من المناطق الغربية مواسي رفح باتجاه شمال مدينة رفح. نحن نتحدث عن منطقة بها آلاف العائلات، منطقة تصنف على أنها منطقة آمنة والتي تعرف بدوار العلم ومنطقة شاكوش أو الشاكوش كما تسمى محليا، وهذه المناطق الآن بدأ الأهالي بإخلائها. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من النازحين كانت تقيم هناك باعتبار أن هذه المنطقة خارج المناطق التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، بالتالي هذا الأمر خلق حالة تخبط كبيرة، والأكثر صعوبة أنه لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي. ما استند إليه الأهالي هي معلومات من موظفين يتبعون للصليب الأحمر كانوا متواجدين في نقطة. حاولنا التواصل كثيرا مع مصادر لتأكيد الأمر، لا يوجد أي تأكيد رسمي، لكن بدأت بعض الإشارات من خلال إخلاء النقطة الطبية التابعة للصليب الأحمر، إخلاء حالات أقصد هنا، تم نقلها إلى أماكن أخرى ومتبقي فقط عدد قليل من الحالات التي كانت تتلقى العلاج داخل هذه النقطة الطبية وأعداد قليلة من موظفي الصليب الأحمر، وهو ما دلل بالنسبة للفلسطينيين أن هذا الأمر أو أن التبليغ على ما يبدو أنه صحيح، وبدأت بالتالي عمليات الإخلاء. الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن بالمجمل كانت القذائف الإسرائيلية والطلقات النارية تصل إلى هذه المناطق، لكن لم يكن هناك أي عملية إخلاء، وحتى الآن حتى الجيش الإسرائيلي
وصفحاته المختلفة لم يتم الحديث حول هذا الأمر، لذلك هناك تضارب كبير. لكن على الأرض هناك الآن موجة نزوح بدأت بالفعل من المناطق الغربية منطقة المواصي رفح باتجاه مناطق أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك بس العطار مراسل المملكة من دير البلح. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف أن قرابة 3000 طفل يعانون من سوء التغذية ومعرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت اليونسف إلى تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمالي القطاع، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، مما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية. هذا وأظهر التقرير السنوي للأمم المتحدة أن العنف الذي يطال الأطفال في النزاعات بلغ مستويات قصوى خلال العام 2023، مع تسجيل ارتفاع صادما بلغ 21% في الانتهاكات الخطرة. كعادة النزاعات والحروب، الأطفال هم من يدفعون الثمن الأغلى. ففي العام الماضي عام 2023 ارتكبت أكثر من 30,000 انتهاك بحق الأطفال في مناطق النزاعات بحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة. التقرير تضمن قائمة تهدف لفتح أطراف النزاعات والصراعات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال. هذه الانتهاكات تشمل القتل والتشويه والعنف الجنسي والخطف والتجنيد والاستغلال والحرمان من المساعدات والهجمات على المدارس والمستشفيات. في العام الماضي ومع زيادة الصراعات والحروب بمختلف مناطق العالم، ازدادت مستويات الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 21%، فيما ارتفع عدد حالات قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35%. التقرير التابع للأمم المتحدة أكد وقوع العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. قالت مصادر مصرية أن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه واشنطن. وقال وسطاء قطريون ومصريون أن حماس ردت أمس الثلاثاء على خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة دون تقديم تفاصيل. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تسلمت رد حركة حماس على المقترح وتجري دراسة التعديلات التي أدخلتها الحركة على الصفقة، مؤكدا أنهم سيواصلون الضغط من أجل التوصل إلى الاتفاق. تسلمنا ردا من حماس على الصفقة التي كانت مطروحة على الطاولة، وهي صفقة تتطابق مع تلك التي اقترحتها الحركة في 6 أيار، ولاقت دعما دوليا وقبلت بها إسرائيل. كان يمكن لحماس أن تقبل بالصفقة، لكنها اقترحت تعديلات على المقترح، وقد ناقشنا تلك التعديلات. يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر. فيما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تقوم الآن بدراسة رد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح الصفقة الأخير، مؤكدا أن قطر تنسق مع الأطراف المعنية الخطوات المقبلة. كما تعلمون في إطار هذه المناقشات ناقشنا الرد الذي تسلمناه يوم أمس من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث نقوم حاليا بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة. السادسة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حزب الله يرد على اغتيال أحد قياديه بقصف صاروخي على الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد 90 قذيفة على الأقل. جدل تعديل تعليمات استيراد السيارات الكهربائية يعود إلى الواجهة، وهيئة مستثمري المناطق الحرة تحذر من انعكاسات القرار وتبدي استعدادا للجوء إلى القضاء.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,000 وأكثر من 200 شهيد ونحو 85,000 إصابة منذ 7 تشرين الماضي. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 38 شهيدا و100 جريح خلال 24 ساعة. قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه في أي وقت قد تتوقف خدمة الدفاع المدني بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال من إدخاله بشكل كامل. نحن أمام تهديد خطير، وربما في أي لحظة من اللحظات تتوقف خدمة الدفاع المدني وخصوصا في محافظتي غزة والشمال. السبب أنه لا يوجد وقود بالمطلق، الاحتلال يمنع عن الوقود بشكل كامل. احتياجنا على مستوى القطاع 300 لتر بشكل يومي حتى نقوم بإنقاذ الناس، حتى نقوم باكتشاف الناس، حتى نقوم بمهامنا على أكمل وجه، لكن للأسف لا يوجد أي لتر واحد. ما نتحصل عليه نحن كدفاع مدني في قطاع غزة إما من صدقات الناس أو من المواطنين، لكن للأسف لا يوجد أي مؤسسة دولية تعطينا، لا يوجد أي مؤسسة أموية، الصليب الأحمر لا يعطينا، المؤسسات المانحة لا تعطينا، ولذلك نحن أمام تهديد خطير بكل ما تحمل الكلمة. وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن هناك مجاعة شمال غزة وما يصلها هو الطحين فقط ولا يكفي احتياجهم، إضافة أنه لا يوجد حليب للأطفال. الآن نحن نتحدث في مجاعة في شمال قطاع غزة بالفعل وبكل ما تحمل الكلمة. نحن فقط ما يصل إلى مناطق شمال قطاع غزة هو فقط الطحين، لا يكفي لحاجة القطاع، لا يكفي من أجل أن يعني يعيش المواطن بطريقة صحيحة، من أجل أن تقوم هذه المرأة التي تحمل طفلها في رحمها أن تلد هذا الطفل بطريقة إنسانية صحيحة، وبالتالي يولد الأطفال بحالة صعبة جدا، بجفاف، يعني بواقع إنساني صعب، والأطفال الذين يحتاجون الحليب على مدار الساعة أيضا غير متوفر في القطاع. ولذلك المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن هنا في قطاع غزة غير متوفرة، وإن توفرت فهي متوفرة بشكل شحيح جدا. نحن في حال تهديد صعب جدا، 700,000 مواطن في مناطق الشمال مهددون بالموت في أي لحظة. كما حذرت الصحة في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والجرحى لموت محتم. وقالت الوزارة إن الأدوية تعرضت في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية، مناشدة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. يأتي هذا في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين في جباليا وغيرها من مدن غزة من أجل الحصول على القليل من المياه، حيث تبرز المعاناة من المياه الملوثة التي تتسبب بأمراض وأوبئة. يعني احنا أكثر من مرة مزحنا من الشمال، مزحنا من قوات الاحتلال، ونزحنا كمان على مناطق نوجد المياه. يعني احنا كمان نزحنا من الجيش وحنا طلعنا كمان ندور على منطقه فيها ميه، يعني كمان يعني منطقه يعني المناطق اللي احنا فيها بعيد الميه علينا. يعني انا الحين يمكن لي ساعة ونص صرت لسه ما وصلتش المكان اللي انا قاعد فيه عشان اقدر امن ميه شويه ميه للاولاد. بعد اجتياح جباليا اللي هو جرفت كل ابار الميه، فيش ابار ميه بمعسكر جباليا، كلها تدمرت. واليوم صرنا نعاني اكثر، يعني في الاول بقى شويه بسيطه في اول اجتياح والثاني والقصف، اليوم جبالها تجرفت كلها وكل البيار، يعني ولا بير مي موجود. حتى البنيه التحتيه اللي كانت تصل لنا المي منها مش موجوده. المي انا اللي بجيبها، الكميه الموجوده اللي بجيبها للاولاد، يعني بجيبها ما بقدرش نتصرف منها يعني لكل شيء. يعني مثلا الولد يقول بدي اشرب 2-3 مرات في اليوم ميه، لا بما اقول له كمان شوي بتشرب، لانه بدنا نجلي منها، بدنا نطبخ منها، وبدنا نغسل منها، بدنا نتحمم منها، الكميه اللي بنجيبها محدوده يعني قلنين بالكثير، هذا اليوم طول.
قبل الحرب كنا نستعمل مي نظيفة، مي مفلترة، حتى المي العادية كنا نشربها، يعني كانت كتير كتير نظيفة. فالحين يعني المي مالحة، مي ملوثة، لا تصلح حتى للشرب. فإحنا نستخدمها بس للجري، للغسيل، حتى للطبيخ لا تصلح. كل أسبوع نبدي لما يقع في عيا بسبب تلوث المي اللي عندنا هنا. صار عندنا قبض وبائي اللي هو الرناك، صفار في العينين، ونزلت معوية. يعني كل مش أنا لحالي، يعني كل المدرسة، كل المدرسة بتعاني من هيك قصة. يعني مي نظيف، ما فيش مي نظيف لا تصلح للشرب. والله احنا نفسنا تقف، يعني الحرب تقف ونرجع على بيوتنا في خيم. يعني لو في خيم وارجع بيتي هناك على بلد على بيت حنون انا موافق، بس الحرب تقف. يعني بكفي بعد 8 شهور واحنا نرجع مناطق يعني معدومه من الحياه، ولا مي ولا اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا شباك ولا باب، ومدارس محروقه. يعني جينا على مناطق يعني الله يعزك البهايم بتكونهاش. قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حربها على غزة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى استهداف الاحتلال رجالا وصبيانا فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنسي، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو القاسية. بدورها اتهمت إسرائيل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بممارسة تمييز منهجي في حقها. وزعمت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن تحركات لجنة التحقيق تأتي خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل على حد تعبيرها. قالت مصادر مصرية أن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه واشنطن. وقال وسطاء قطريون ومصريون أن حماس ردت أمس الثلاثاء على خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة دون تقديم تفاصيل. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تسلمت رد حركة حماس على المقترح وتجري دراسة للتعديلات التي أدخلتها الحركة على الصفقة، مؤكدا أنهم سيواصلون الضغط من أجل التوصل إلى الاتفاق. تسلمنا ردا من حماس على الصفقة التي كانت مطروحة على الطاولة، وهي صفقة تتطابق مع تلك التي اقترحتها الحركة في 6 أيار، ولاقت دعما دوليا وقبلت بها إسرائيل. كان يمكن لحماس أن تقبل بالصفقة، لكنها اقترحت تعديلات على المقترح، وقد ناقشنا تلك التعديلات. يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر. فيما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تقوم الآن بدراسة رد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح الصفقة الأخير، مؤكدا أن قطر تنسق مع الأطراف المعنية الخطوات المقبلة. كما تعلمون في إطار هذه المناقشات ناقشنا الرد الذي تسلمناه يوم أمس من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث نقوم حاليا بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة. من الدوحة ينضم إلينا رئيس قسم الأخبار والدبلوماسية في جريدة الراية القطرية طارق المسعفة. أهلا وسهلا بك سيد طارق. إذن بالنظر إلى هذا المشهد الآن وحسب هذه المعطيات والتصريحات سواء من الجانب الأمريكي أو من خلال الوسطاء، إلى أين تتجه هذه المفاوضات أو هذه الاتفاقات؟ رد حماس الآن أصبح واضحا فيما يتعلق بهذه المراحل المطلوبة وصولا إلى وقف الحرب. مساء الخير لك غادة وللسادة المشاهدين. طبعا حل اليوم في الدوحة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وهي ليست المرة الأولى خلال هذه الأزمة وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة. زيارة بلينكين إلى الدوحة ومباحثاته مع الجانب القطري والمؤتمر الصحفي الذي كان اليوم عصر هذا اليوم جاء بعد تسلم يعني دولة قطر وجمهورية مصر العربية
رد حماس على المقترح الأمريكي وعلى القرار، يعني مشروع القرار الذي تقدمت فيه أمريكا ووافق عليه مجلس الأمن الدولي. ما رشح من معلومات هو أن وأعلم عنه بلينكين هو أن يعني هنالك حماس أضافت بعض التعديلات، وكأنه أراد أن يرمي الكرة أو الاتهام إلى حماس أنها أضافت بعض التعديلات، وهناك تعديلات يمكن يعني قبولها وتعديلات لا يمكن القبول بها. بمعنى أنه أنا أعتقد أنه يقصد أن الأوضاع الميدانية على الأرض يقول لحماس أنه لا تطالب مثلا بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وحينما يقول أنه حماس يعني قبلت بالمقترح يوم 6 مايو، يعني هو يقول كأنه يقول أنه ما قبل 6 مايو، ولكن ما بعد 6 مايو حدثت أحداث كثيرة على الأرض، أن إسرائيل سيطرت على معبر رفح وسيطرت على محور فيلادلفيا بالكامل ووصلت إلى البحر. لا نتوقع الكثير في الفترة الحالية، وإن أبدت الأطراف تفاؤلها وأنها مستعدة لجسر الهوة، وحينما نقول أن هناك هوة إذن هناك اختلاف في المواقف بين الطرفين. نعم، هذا الاختلاف، وعندما نتحدث أيضا واضح فيما يتعلق بذلك وليست المرة الأولى، ولكن عندما يصف بلينكين بأن بعض التعديلات غير قابلة للتنفيذ، هل نتحدث هنا عن أمور فيما يتعلق بتطبيقها أم أنها غير قابلة للتنفيذ كما تفضلت بالإشارة مثالا إلى الانسحاب من محور فيلادلفيا؟ يعني هي أمريكا تحاول، لا تحاول أن تضع يعني اتفاقات على حساب إسرائيل، يعني هذا الواضح، ونحن كمراقبين نعرف ذلك والعالم كله يعرف ذلك، أن أمريكا لا تريد أن لإسرائيل أن يعني تتنازل عن بعض المكتسبات الميدانية التي وضعتها، لأنها تضع مسألة أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، فهي تريد أن يعني تسمح لإسرائيل بوضع موضع قدم والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا. يبقى هنا حسب وجهة نظري أنه معركة عض الأصابع من يصرخ أول، ولكن أنا أعتقد أن فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس، يعني بعد كل هذه العذابات والتضحيات من الشعب الفلسطيني لن تقبل بتكريس ووجود الاحتلال وإعادته إلى غزة. نعم، تفضل. هل نتحدث عن وأعتقد أن هي يعني أنه إسرائيل تعي ذلك جدا. نعم، تعي ذلك جيدا، وأعتقد أن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية والاستقالات كانت يعني تدور حول هذا المنطقة. نعم، هذه الاستقالات الآن لابد وأنها تؤثر داخليا، ولكن ما زلنا نتحدث أيضا عن التأثير الأمريكي في ذلك وتقديم ما يمكن تقديمه والضغط على ما يمكن التنازل عليه أو عنه. والله هي الموقف الأمريكي أثار الكثير من الغموض بإعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن المقترح وتلقي إسرائيل المقترح وكأنها لا تعلم عنه شيء، وثم نعود لنقول يتم تسريبات من طاقم في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون في الجيش أنه هذا هو مقترح قدمته إسرائيل. فلذلك يعني الموقف الأمريكي لغاية الآن يثير كثيرا من الغموض، وإن كان جهة ضامنة ولا يزال يعني مع الشركاء في مصر وقطر يعني هم ملتزمين بإيجاد حل لهذه الأزمة. يبدو أن الموضوع يعني لم ينتهي، يعني كمتفائلين قلنا قبل عيد الأضحى أعتقد أن المواجهات ستستمر وإلى ما بعد عيد الأضحى. نعم، إذن نحن نتحدث عن عدم وجود أفق حتى الآن أو ما يشي بالوصول إلى أي أنباء واضحة أو اتفاق واضح ما قبل العيد، وهذا ما كنت سأسأل عنه سيد طارق. هذه الأجواء بشكل عام وبحسب ما يتحدث عنه الوسطاء اليوم لا يبدو أننا اقتربنا على الأقل، حتى بالرغم من وجود رد حماس على الطاولة لا يبدو أننا اقتربنا للوصول إلى أي نوع من الاتفاق. والله كلام بلينكين اليوم لم يكن مبشرا، بل حاول بلينكين أن يستغل هذا المنبر ليوجه رسالة حتى إلى العرب والمسلمين والعالم والفلسطينيين قبل ذلك، أن من يغامر بمستقبل المنطقة هي حماس، وأن عليها أن تقدم التنازلات وأنها هي تتحمل مسؤولية تأخير الوصول إلى اتفاق. وقالها صراحة يعني أنه كان بإمكان حماس أن تنهي هذه العذابات قبل 12 يوما، يعني قالها صراحة وكأنه جاء فقط ليوجه الاتهامات لحركة حماس ويريدها أن ترضخ ويعني توافق وتتخذ قرارات
يعني إذعان وإذلال للشعب الفلسطيني. نعم أشكرك كل الشكر. نعم تفضل تفضل سيد طارق. حتى أنه يعني لما ألمح أنه خلال الأسبوع القادم أمريكا ستقدم خطة ملامح خطة لمرحلة ما بعد حماس، وكأنه أمريكا هي التي يعني كأمريكا يعني هذا الأمر راجع للشعب الفلسطيني، هو من يختار قيادته ومن يختار حكومته وليس أمريكا. نعم هذه الاتهامات وهذه التلميحات إذن وطبعا ليست بجديدة فيما يتعلق بالنية الأمريكية في سواء في هذه الاتفاقات أو فيما يتعلق بالحرب على غزة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالسياسة بشكل عام كان هناك أمل بأن لا ترد حماس على هذا الطرح من قبل الولايات المتحدة وأن تتأخر حتى يتم إلقاء اللوم عليها في عرقلة هذه المفاوضات. لا هي حماس بالتأكيد أخذت وقتها في الرد وفي مناقشة جميع جوانب الرد والمقترح، لأنه نحن العرب لدينا تجربة سابقة يعني في موضوع من أراض وأراض، فبعد على الكلمات حل مستدام انسحاب دائم انسحاب مستدام، يعني بعض المصطلحات تحتاج إلى تفسير لأنه يعني قد تكون تراها أنها لصالحك وهي قد تساهم في توريطك. نعم وهي مطاطة لا تحمل أي نوع من التفاصيل. نعم هو الشيطان دائما يكمن في التفاصيل، فأي أي تلاعب أي تجاهل أي تغاضي عن كلمة غير مفهومة ممكن تسبب إشكالات قانونية وتظهرنا أمام العالم بأننا نرفض أي اتفاق. نعم أشكرك كل الشكر رئيس القسم الدبلوماسي في جريدة الرأي القطرية السيد طارق المسعفة. السادسة مستمرة وفيها